تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين ولحد اللحظة صورا للطفلة التي قضت 48 ساعة تحت قصف نيران الإرهاب مختبئة تحت عباءة والدتها التي قتلت على يد داعش أثناء عملية نزوحها مع عائلتها من حي الزنجيلي في الجانب الأيمن من الموصل. الصورة وقصة هذه الطفلة التي فقدت جميع أفراد عائلتها أمام عينها أشعلت صفحات الفيسبوك، كما أثارت صورة الطفل الذي وقف يرفض مغادرة منزله منتظرا والدته التي قضت على يد داعش، فيما يحاول والده إقناعه بأنها غادرت ولن تعود مشاعر المدونين. أترككم مشاهدين مع هذا الفيديو والرأي لكم. يوم أمس قامت داعش بضرب المدنيين النازحين إلى الممرات الآمنة. توفت والدتها بالقناص الداعشي وأبوها وأخوتها، وقدرنا نطلعها من بين الجثث، وكان الموقف كله صعب ومتغطية هي الطفلة بالعباية مال والدتها. قدرنا نطلعها ونجيبها. اليوم صار لها يومين عندنا. أناشيد المنظمات، أناشيد المحافظة، أناشيد أهالينا بالموصل اللي يعرف هاي البنية، احنا موجودين لواء المشات الالي 36 الفرقه التاسعه، وهي بامان عندنا حاليا، موجوده هنا بامان وقايمين برعايتها الجنود والابطال.